أو بالتصوف وخلطهما بالعلمانية. والله عز وجل يقول: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فما هو المذهب الأشعري ومن أتباعه؟ إن أبا الحسن الأشعري هو حامل مذهب أهل السنة والجماعة من أئمة المالكية بالعراق، وحاميه من هجمات أهل البدعة والاعتزال الذين ينكرون صفات الله عز وجل. وهو صاحب مذهب التوسط والاعتدال، يثبت لله عز وجل صفات الألوهية وينزهه عن كل مشابهة بالمخلوقين. وهو مذهب في العقيدة له أتباع في شرق البلاد الإسلامية قديماً وحديثاً وفي غربها، ومعظم علماء المسلمين من أتباع المذاهب الأربعة يدينون بهذا المذهب أو قرينه الماتريدي. ومدارس العالم الإسلامي ومعاقله الكبرى كالأزهر في مصر وجامعات المغرب والمشرق تدين بهذا المذهب. فهل هؤلاء كلهم ضلال منحرفون؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، أما التصوف فهو محاسبة النفس وتهذيبها لتتخلى عن المعاصي وسوء الأخلاق ولتتحلى بالطاعات وحسن الأخلاق. فأهل الحق من أتباعه على هدى ورشاد ولا ينقص من قدرهم. وجود الفاسدين الذين ينتسبون إلى التصوف كما لا ينقص قدر المحدثين الصادقين وجود الكذابين المنتسبين إلى الحديث. ولو رجعنا إلى علماء الأمة في كتب التاريخ وفي كتب الطبقات لوجدناهم على منهج التصوف. فما هو حقيقة التصوف؟ إن التصوف الحق هو المنهج الذي رسمه ابن أبي زيد القيرواني المالكي في كتابه الرسالة. ورسالة ابن أبي زيد القيرواني الشهيرة تبدأ بالعقيدة وتختم بعلم التربية والسلوك، وهو علم التصوف. فما هي حقيقة التصوف؟ إن المالكية من دون أتباع المذاهب الأخرى جعلوا العقيدة والسلوك جزءاً لا يتجزأ من قاعدة إعداد المسلم، لأنه قائم على الصدق والورع والإخلاص والبعد عن مساوئ الأخلاق وذميم الصفات. وإذا كان التصوف كله ضلال فعلماء المالكية وعلماء العالم الإسلامي كلهم ضلال، نعوذ بالله من ذلك. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وإذا ذكر التصوف، وإذا ذكر التصوف الحق أثار منتقدوه ما يقع من أدعياء التصوف من انحراف وبدع وخرافات وفسوق وانحلال، وهما ضدان لا يجتمعان. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وإلا فهل الأئمة الأعلام من أمثال الجنيد البغدادي والحارث المحاسبي وعبد القادر الجيلاني أئمة ضلال؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. اتقوا الله عباد الله، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله